قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شبهة العلاقات مع الدول الأجنبية. ما الآن الوضع العام الآن القائم في جميع الدول اللي تزعم أنها إسلامية ليس عند في السعودية فقط إلغاء شيء اسمه عداوة الكفار أيا كانوا حتى اليهود النصارى حتى أكثر من اليهود النصارى حتى الشيوعيين. الرد على هذه الشبهة: إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الحكام المسلمين وحكام الكفار هل يستلزم ذلك الولاء لهم؟ لا، ما يستلزم الولاء لهم. يمكن يقام يعني علاقات من أجل يعني المنافع والفوائد التي تحصل من هؤلاء لهؤلاء وبين هؤلاء، ولا يلزم ذلك الولاء أبدا، ليس بلازم. يمكن أن يكون مع عدم الولاية وعدم الموالاة.